internationale, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs. والسادة السفراء، أولا أريد أن أشكركم لحضوركم اليوم في باريس، وأيضا أن أشكر الجميع أننا اليوم نحاول أن نجاهد من أجل الحفاظ على الكرة الأرضية. إننا اليوم في مؤتمرنا حول ميثاق تمويلي عالمي جديد، هذا يعني نحن نواجه أرضنا، نواجه شعوبنا. نحن نريد اليوم أن نرسي ميثاق جديد يقاوم الفقر في العالم، لا يستفيد منه جميع الشعوب التي تعيش التغير المناخي. وأول شيء لدينا اليوم أن نواجه الفقر. السكرتير العام كان في العام القادم سوف نقوم بعمل قمة، وسوف نتقابل هناك، وسوف يكون هناك أجندة من هنا لنهاية العالم نوضح فيها ما هو سوف نقوم بأهدافنا. رغم هذا التغير فيما يتعلق بحماية البيئة، فإن لدينا عدة تحديات تتصاعد ولدينا مخاطر كثيرة. إن عالمنا يواجه صدمات كثيرة. الذي قام بهذا هو الوباء الذي تعرضنا له. لقد حاول العالم كله أن يواجه هذا، وأيضا الآن نواجه حرب في أوكرانيا، ولدينا الكثير من عدم الاستقرار في العالم. ولهذا لدينا الآن نظام فرنسي نحاول أن نصل إلى اتفاق فاعل نصل من خلاله إلى نتائج فعالة. يجب أن نكون محددين نحو أهدافنا، ولذلك فإننا حددنا في بالي العام الماضي أننا يجب أن نعقد هذا المؤتمر نحو ميثاق مالي جديد. إنني أريد أن أحيي جميع الشباب الموجودين في جميع العالم الذين ساعدونا في الإعداد لهذا القمة، لهذه القمة، ولأنهم تفاعلوا معنا. أريد أن أشكر شيرميا رئيس بربادوس لأنه عمل معنا في إعداد أجندة هذا المؤتمر. أريد أيضا أن أشكر جميع الممثلي قارة أفريقيا، ممثلي جنوب أمريكا، ورئيس النيجر، والذي سوف يشرح لنا النتائج التي قاموا بها من أجل مكافحة الفقر. نحن نحاول أن نناقش العديد من المسائل والمواضيع، ولكن ما أريد أن أشرحه أولا في هذه القمة. أول مبدأ لدينا، لا أي دولة أو أي دولة يجب أن تواجه محاربة الفقر. نحن تحدثنا من قبل حول موضوع مكافحة الفقر والمحافظة على البيئة، ولكننا للآن لم نجد الوسيلة التي نتغلب بها على الفقر. المبدأ الثاني هو كل دولة يجب أن تجد طريقها. ليس هناك مثال للكل، نموذج مثالي للجميع، ولكن كل واحد يجب أن يختار طريقة والطريق الذي يمشي فيه من أجل الوصول إلى الهدف. نحن نقوم بعمل ميثاق أو نحاول أن نجد ميثاق للجميع.
des accords de transition ونجد اتفاقيات انتقالية ومن نحن قمنا بتوقيع اتفاقية مع جنوب أفريقيا وعملنا شراكة مع الجابون وأيضا الجابون تقوم الآن بمحافظة على التنوع البيئي لديها. المبدأ الثالث نجب علينا أيضا يجب أن نواجه الخطر التمويلي العام. لدينا المناخ، لدينا التنوع البيئي، وهذه أشياء يجب أن نحاول أن نتغلب عليها حيث تمثل بالنسبة لنا خطر كبير. نحن نحاول أن من خلال التمويلات المتعددة أن نساعد في التغلب على هذه المشاكل. خلال الأعوام الأخيرة حاولنا كثيرا الوصول إلى هذه الأهداف. أريد أيضا أن أحيي رئيس البنك الدولي الذي يعمل معنا في هذا الطريق والذي يسمح لنا أيضا بأن نصل إلى أهدافنا وإلى امتيازات أخرى متعددة. المبدأ الرابع، نحن نحتاج إلى العديد من المؤسسات الخاصة التي تساعدنا، ويوجد هذه المؤسسات موجودة في جميع أنحاء العالم ولديها العديد من الأموال التي تستطيع أن تساعدنا بها. لا أريد أن أغير، pienso que podemos hacerlo funcionar mucho mejor si este dinero, si esta liquidez se pone al servicio del progreso del planeta y del doble desafío que evocado por Brice. زواج الفقر والتنوع البيولوجي وحماية البيئة، ولهذا يجب أن نحشد أكثر الأموال الخاصة باتجاه الدول الأكثر فقرا، الدول الناشئة. و par les discussions qu'on a eues ces dernières années, cristalliser des instruments et au fond de l'innovation financière comme on dit, mais qui a vocation à faire quoi? À enlever le risque qui fait que certains grands financiers ne vont pas dans certains pays, à mettre en place des mécanismes de garantie qui leur permettent de s'exprimer. يجب أن تساعد الدول الأكثر احتياجاً وأن نساعدهم وننزع عنهم جميع الأزمات التي يواجهونها. من أجل هذه المؤسسات الخاصة ستساعدنا بشدة لمواجهة هذه التحديات. Desde mi punto de vista, y pienso que esta reunión tiene que ser la reunión de las soluciones. Durante estos dos días tenemos que avanzar hacia soluciones, nuevos instrumentos, nuevas movilizaciones realistas mañana. Pero quiero hablar de, entonces de soluciones muy concretas que permitan cambiar la... Y así es como seremos juzgados, tendremos que rendir cuentas sobre esto. Y mañana les voy a proponer un mecanismo de seguimiento para ver si en estos dos días logramos hacer frente a esta ambición. Ces deux journées sont au rendez-vous de l'ambition que nous devons porter. Je ne serai pas plus long, mesdames et messieurs. Merci à nouveau d'être là aujourd'hui. Et au fond, ce qui m'importe, c'est la mobilisation générale pour le défi qui est le nôtre. Au fond, nos compatriotes partout à travers le monde et notre planète, parce que ces deux objectifs sont jumeaux. Je vous remercie et bon sommet.